السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الأسئلة دي تفضل تطرح، يعني ما هو البسكوت اللي تقدمه أو القاطو اللي يقدموه؟ ها بكا ماني نقع عندي بيبليزيتي، ماني قاعد ندرس شميرة القاطو اللي نقدمه. قاطو احنا نقول له قاطو كاسكروت، اسمه قاطو كاسكروت، هذا هو هذا على وهو طيب جي طيب خلاص يتشاش يسويت فتا مليح. كيما يقدموه ولاد صغار كيما يقدموه للفراخ، المكون تاعو ديالو هنا نصفيه حنايا ياكلها بشراها. دوك ندير لكم الفيديو تاعو ان شاء الله وتشوفوها. يعني اللي ما يعرفوش هذا هو التسميه الصحيحه تاعو كاسكروت، كيما نقولوا له كل انواع كيفاه، مي كاين اليابس وكاين طري، كل شيء يقبلو مي هذاك على الطري جاء اسهل. ما بصح الفراخ جماعه اللي تقول نحسو ما ياكلش الكاطو ولا البسكويت كيما نقولوا حنايا بسكوت او كيما تسميو نتوما، اش كيفاه خلص وكفاه عليه، هاو ما عنديش فيه وياكل دار الكاطو عادي يا اخي زعما مش حيضرو. كاين اوقات في وقت يطعم فراخ نوكلهم حتى بهذا، خلطو مع الافن تاعي ونحيه وياكلو عادي وكبرت بيه ونورمال ومفيد جدا، يعني ومش مضر خلاص. هاك تشوفو يعني الشراهة اللي ياكل فيها ما عنديش وياكلها. الكوطي هذا اللي برا شوفوا كيفاه كيفاه قوي، لاكس عليه ومنها خلص. يعني باش ما تقولوش ما يقدمش، انا نقدم الكاطو تاعي عادي، خلي له حبه هذه يتمتع فيها كيما يحبها. السلام عليكم.